يأتي رمضان، وتحتفظ شاشة قناة مصر الأولى بموقعها في الصفوف الأولى، وتطل على مشاهديها بباقة شاملة من المتعة تضم أعمالاً درامية لكبار النجوم وبرامج جديدة وأخرى تكمل نجاح مواسمها السابقة، وتغطيات إخبارية مستمرة لأحداث مصر والعالم. تدخل القناة الأولى السباق الدرامي بأعمال لكبار النجوم، منها قصة الإمام الشافعي وحياته في مصر، فيستعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي تفاصيل فقه الإمام واجتهاداته في مصر. أنا أوان اللقاء يا مصر. كما تعرض أعمالا أخرى منها مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال. الموضوع ده حله في ايدك انت. الحمل ده لازم ينزل. ومسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج. أنا ابتديت مشوار وهكمل جلالة. على شاشة القناة الأولى تتواصل الإطلالة البرامجية الخاصة، فيستمر النجاح للعام الثالث على التوالي مع العلامة الدكتور علي جمعة وبرنامج مصر دولة التلاوة، الذي يغوص في سيرة القراء العظام ومقامات التلاوة وألحان السماء وأصواتها المصرية الساحرة. كما يرصد برنامج فوارس الإسلام حكايات رموزه ورافع راياته، ويتجدد اللقاء يومياً برسالة الإمام الطيب شيخ الأزهر، ويضيء الشيخ الشعراوي بتفسيره الفريد لآيات الله قلوب المؤمنين، ويواصل الدكتور عمرو الورداني حلقاته ولا تعسروا، فيصبغ المسائل الفقهية بروح العصر ومقتضيات الحياة، ولا يتوقف شجن حكاوي الأهاوي، فيعود بحكايات جديدة توفق روح مصر ولياليها مع المذيعة رشا الجمال. وينتقل أحمد عطلة بين شرفات الموسيقى والمواويل ليكشف لنا عبر مصر تغني طبقات الشجن في ربوع المحروسة. ولا يحلو رمضان إلا بأطباقه العامرة على موائد العائلة، فيقدم الشيف أحمد المغازي في برنامج أكلة أمي المزيد من الوصفات الصحية الشهية بمشاركة مجموعة من مذيعين ومذيعات القناة الأولى. وتستمر تغطيات الأولى الإخبارية في رمضان تلهث وراء الحدث وتقتنص السبق، ويستمر التواصل مع مشاهدينا من صباح الخير يا مصر لنشرات الأخبار إلى التاسعة، وجبة رمضانية من الترفيه والمعرفة والمتعة. وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم.